السلام عليكم، هلا والله يا جماعة الخير، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ طيبين ان شاء الله. الله يسعدكم يا رب على الدعم الجبار اللي قاعدين تقدمونه. شيء ثاني صار لي موقف ودرس، وبرضه حاب اقدم المعلومة هذه للناس اللي قاعدة تتابعني عشان تستفيد. يعني بيني وبينك المقطع هذا ماني مجهز لأي شيء، بسولف واللي يجي يجي. طيب السالفة بكل اختصار، انا حسابي التيك توك تهكر من شخص هنا موجود داخل السعودية. راح اقول لكم القصة، راح اعلمكم ايش سويت وايش صار معاي وكيف رجع الحساب. ويقولون انهم ناويين ناس كثير حرفيا، يعني مثل المشاهير الموجودين في السوشيال ميديا، يقولون راح نمر عليكم كذا مرور الكرام حرفيا. كيف ايقنت ان كلامهم سليم وصحيح؟ حسابي موثق بعلامة الصح، فعل تحقق كل شيء، انسحب حسابي ونزل فيه مقطع وانفتح فيه بث مباشر عشان ابعد الشكوك. الناس تقول سامة اوه شكلك تبغى تسوي فكرة يوتيوب. لا والله العظيم اللي رفع سبع ان لا هي فكرة، وان اللي صار لي هذا وانا في نص زحمة الرياض مع الوالدة. طيب دائما وصلنا هذه النقطة، خلني اسولف لكم ايش صار معي بالضبط. مريت الوالدة من الدوام عشان اوصلها للبيت، شوي الله يسلمكم الا جوالاتي تدق، اخوياي ناظرهم يتصلون لي يرسل واتس. قلت ما راح امسك الجوال لما اوصل البيت، ولكن شفت الاتصالات تكررت، رفعت الجوال. اهلا، السلام عليكم اسامة. عليكم السلام والرحمة، ترى حسابك تهكر. كيف تهكر؟ والله العظيم في واحد منزل مقطع. اسمع اسامة، انت مسوي شيء؟ تبغى تسوي فكرة يوتيوب شيء؟ قلت له انت خبل، انت تسمع صوت البواري؟ انت اسمع اطلع له الجوال من الدريشة. سمعت انا في نص الشارع حرفيا. قال طيب اسامة ترى حسابك تهكر، الحق عليه. المهم جيت بسوي استعادة باسورد، قال لي ان حسابك موقف او معطل مؤقت. قلت اوكي شكل المشكله من التيك توك وراح يرجع الحساب. قلت ايه كيف راح يرجع الحساب؟ في مقطع نازل مقاطعي كلها تحذفت، كيف راح يرجع الحساب؟ المهم وانتظر شوي الا والله يا جماعه الخير، وفي شخص يدخل حسابي ويفتح بث مباشر. هنا انا بيني وبينكم صدعت، تعال نشوف بث مباشر ونرجع. سمعت بخمسة ريال، تراني جالس سرير بنام شوي. هذا اللي يقول من وين يسوي رش؟ هذا هدي. لا ماني فارس، انا اسمه انا علم فارس. شباب ايش فيكم؟ ايش فيكم؟ انا عيوني والله تعورني، ادعوا لي بس. شكلي بطفي البيت يا عمري. عتب تبدل يوزرك بالحساب ذا؟ منورين يا ولد. الحين يجي واحد بزر يحط الى العنب بس ضبطنا قبل يرجع الحساب. عطني مشرف. ما عليك ما حيرجع. حاط فيه شي حاط فيه رقم، في ايميل، في تحقق من كل يا اخي. انت سري توت لكم سنه اقول لك اعطيني انقله بس قبله. يعني اذا الحساب ما حيرجع، واذا بيرجع وش يعطيني فلوس؟ ايوه. هنا يقنت لا صدق ان الحساب تهكر، والصوت هذا ما اعرف يعني ولا واحد من اخوياي يسوي نفسه كذا بيسوي مقلب ولا شيء. عرفت ان هذا الشخص صدق حقيقي سحب الحساب. وسمعته قاعد يتكلم في البث يقول يعني مستحيل انك ترجع الحساب، كلمني اذا تبغى الحساب وزي كذا. قلت اوكي ما في مشكله، دامنا احنا موجودين هنا في السعوديه الامور حلوه مره 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 حلوه. الا والله يسلمكم، وادخل على التيك توك لان اذا حسابك موثق في عندك موظف يكلمك ويعلمك عن حسابك. كلمته السلام عليكم حبيبنا، حسابي انسحب. في اللحظه اللي انا كلمته فيها الرجال ماخذ اجازه، طالع لي فوق ان الرجال مجاز. اوه شيت برو، وش المصيبه اللي طعت فيها يا اسامه؟ يا الله حربيه. وش بيسوي بالحساب؟ لا يروح يكلم احد وزي كذا. اللي كان مخلي الخوف عندي مره عالي، خفت انه يتعدى على ناس ويحسبونه هنا، هذا اللي خوفني بشكل مره كبير. المهم في هذه اللحظه قلت اوكي ابو صالح عندي لك الحل، انت في حمايه المملكه العربيه السعوديه، لا تشيل هم ابد، لا تشيل هم. الو السلام عليكم، ارحب يا فلان. يب ابغى ارفع قضيه في الجرائم المعلوماتيه. واو عد اذا وصلت لهذا القسم انت في خطر كبير. ليه؟ لان راح يتابعون. شفت انت تنفست سويت كذا، يعرفون انك تنفست من قوة ان فيهم تقنيين لابعد درجة. طبعا انا تقني واعرف الامور هذه واعرف كيف يوصلون للشخص، ولو سحبوك ما راح يكون احسن لك. المهم اسلم الموضوع عند الرجال هذا عشان يضبط لي الملف ويرفعه في الجرائم المعلوماتية، ولو يجيب لي اسمه ورقمه ومكانه واي بي، جاب لي كل شيء عنه. قلت بس كذا الامور مرة مضبوطة. هنا تيقنت اني اذا كان في امر قضائي انا راح افوز بالقضية، ان في شخص تعدى علي وهكر حسابي ودخله. من ناحية حسابي راح يرجع، اول ما يردون تيك توك راح يرجع على طول. قلت خلاص خلي الموضوع يمشي. في اللحظة اللي قاعد اسولف فيها مثل ما انتم عارفين رقم الواتساب منتشر عند الناس كلها، يدخل علي شخص الواتساب محب حرفيا. السلام عليكم، هلا اسامة والله اني اتابعك، بس ترى اللي سحب حسابك انا عارفه. اوه دامك تعرفه زين. قال تبيه يرجع حسابك؟ قلت له انا مو مشكله، انا اصلا مجهز اوراقك كلها ورافعها للجرائم المعلوماتيه، انا انتظر بس يوم الاحد اجي يوم الصبح. السلام عليكم، اتصلوا على فلان. الو السلام عليكم، معنا فلان. اي والله معنا، حضر عندنا الله يهينك، نبغى كلام مرفوع عليك قضيه. انا بس كنت انتظر اللحظه هذه منها عشان اشغل لكم السناب شوي، ما في محتوى في السناب. قلت اشغل لكم السناب. المهم عرف الشخص هذا اني انا صدق ناوي نيه حرفيا مخيفه شوي، الا اللي هكر حسابي يكلمني
السلام عليكم، هلا اسامه كيف حالك؟ قلت له وعليكم السلام، انا والله اللي هكرت الحساب وانا اسف مره 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 مره، والله العظيم مره اسف. قلت لا اسف على ايش؟ قال اني دخلت حسابك وتعديت عليه وما ادري ايش. انا طبعا كنت بارد لاني خلاص ضامن وضعي، ضامن الحساب بيرجع، ضامن اني بروح الحكومه يوم الاحد واصور سنابات. كنت متحمس بس اصور سنابات يعني. المهم قلت له لا لا ان شاء الله الامور ما فيها الا الخير ان شاء الله. قال انا والله عمري 15 سنه، وانا بيني وبينكم قال عمري 15 سنه، انا زعلت وخفت عليه وخفت اني اسبب له شيء في نفسه ويزعل، عارف انه زعلني والله عارف، ولكن جاء مبدأ في راسي قلت أسامة والله توه صغير، حرام إنه ينسحب يتفشل قدام أبوه، حرام حرام، فما تدري أبوه حي أبوه ميت، والله هذا اللي جاء في راسي. قلت له تبي الأمان اتصل علي، اتصل علي وأنا بعطيك الأمان إني ما روح أرفع عليك قضية ولا إيش. قال لي لا يا أسامة والله إني خايف وعندي أهلي وما أقدر. قلت يا ابن الناس اتصل علي تفهم معك. قال والله ما أقدر بس تكفى خذ حسابك. أنا أقول في نفسي ما عاد في الحساب أبي كنت اتصل علي، تفهت موضوع الحساب وقلت له اتصل علي أبغاك. قال لي أسامة تكفى فك، أنا والله إني بتقروش مع أهلي وأمي وعرفت ان الولد بيتبهذل، عارف انه بهذلني في البدايه وربشني حتى السياره ضقت على اهلي وانا المفروض ما ضيق كذا، فكرت قلت ايه هذا عمل ما له دخل في عائله، خلاص عائله الحال عمل الحال، واعيش حياتي واسحب على ام الحساب حرفيا، عارف انه نرفزني وحرفيا حاس اوراقي، ولكن في الاخير قلت ان الولد هذا صغير. قلت له اسمع طيب ابغى منك شرط واحد. وش هو الشرط؟ طبعا الشرط لا هو مادي ولا هو اي شيء مخيف حرفيا. قلت ابغاك تسجل فويس. تبيني اساعدك كذا احد اخذ حسابك ولا شيء؟ عادي والله انا تحت خدمتك، بس والله العظيم اني اعتذر واسف، واللي سويته غلط اعترف، واللي تبيه ابشر. طبعا الفويس هذا خليته يسجله منها عشان اعرف صوته ويكون مسجل عندي صوته. شيء ثاني منها برضه انه يوعي الناس اللي عنده حسابات في التيك توك ما تنسرق. قلت له يلا قل لي السالفه. اول شيء حاولوا ما تحطون رقمكم الشخصي حساباتكم الرسميه اللي تكون فيها مرتبطه فيها تيك توك وغيره. ثاني شيء مواقعكم لا توضحونها، يعني الحي لا توضح الحي، خلاص بالجد بالجد لا توضح الحي. ثالث شيء ربط حسابك في الفيسبوك او بشيء غير الرقم او الايميل. رابع شيء حط التحقق في كل شيء، يعني في الرقم في البريد في يعني في كل شيء. رابع شيء لا تحطون باص سهل، يعني زي الباصات المعروفة أو باصات زي اسمكم أو باصات زي اسم حساباتكم أو غير ذلك. الله يفكم. المهم قاعد يسولف، قالوا الحساب عشان تحميه انت بانهم يعرفون رقم الجوال حق والمنطقه الجغرافيه، والتحقق الثنائي لازم تسجله، وحط رقم جوال مو موجود في السوشيال ميديا نهائيا. هذه الاشياء تحميك ان الثغره حقتك ما يسحبون حسابك. طبعا استغربت كنت فعل تحقق ثنائي بس كان رقم جوالي معروف، يعني تخيل ان تحقق ثنائي سوى كذا راح بعد ثنائي. تعقيبا على التحقق الثنائي في المقطع اللي فات اللي هو مقطع الهاكر تجربتنا في الديب ويب. الو No, I was lying. Okay, do you want to try hacking? لاحظت في ناس تتفلسف بشكل كبير والناس الفاهمة تدري. كاتب لكم تحت في الكومنت من دقيقة واحد إلى الدقيقة توقع ثلاثة، هذا مشهد تمثيلي، الاتصال مشهد تمثيلي عشان أحمس المتابع، مثبتها لكم تحت في الكومنت من أول ما نزل المقطع. فيا جماعة الخير ركزوا في الكومنتات، مستحيل في هاكر يتصل عليه السلام فاضي هو وانا اشغل الكاميرا ويسجل. لا حبيبي واضح انه مقطع تمثيلي في البداية ولكن اللي بعده والله العظيم حقيقي. فامور الناس القافطة كنا انه السواليف هذه فكونا منها يا جماعة الخير عشان اقدر انزل الجزء الثاني بسلام. الجزء الاول جاب 93 ألف مشاهدة حرفيا شيء مرة حلو. المهم اللي هنا وصلنا نهاية مقطع اليوم، اتمنى مقطع اليوم عجب والله العظيم، ان لكم معزة خاص لا اعلم بها غير ربي. لو صوت هذه النقطة اضغط على لايك واشترك في القناة. السلام عليكم يا شيخ.